كاين فيتامين سي وكاين الكولاجين والاسيد. هاد المنتوجات يخليو الوجه يعطيو لواحد النضاره، يساعدوا باش السيده تخلص من التجاعيد بلا ما تحتاج السيده لعمليات. يعني غادي تمشي لحاجه بسيطه تعملها يوميا في الدار في دارها، نتيجه مزيانه. اول حاجه تستعمل السيده الجيل وتنشف وجهها بواحد الطريقه يعني مزيانه، وتزيد تستعمل السيرومات. حاجه كاين فيتامين سي جيل وسيروم وكريمه، ونفس الشيء بالنسبه للكولاجين ولاس. مره في الليل مزيانه نعس، تستعمل الجيل زائد السيروم ومن بعد الكريمه. ايوا المداومه دائما مزيانه، 3 شهور فما فوق بالنتيجه. نجربوا حنا ونجربوا العائله القريبه، عاد نمشيو نحطوا المنتوج ديالنا. لا لحد الان منتوجاتنا كامله ما عندناش شي شكوى الحمد لله. حنا ننصحوهم بهذه المواد الطبيعيه، وبلادنا فيها بزاف هذا الشيء، مواد طبيعيه ومنوعه تنفعهم احسن ما يمشيو للعمليات والفلوس وتكون ماشي مضمونه 100%. هذا يعني ما غاديش يضرها، الا استعملته مزيان غادي ينفعها، الا ما استعملتوش يعني بالمداومه وكل شيء ما غاديش يدير لها شي حاجه، ما يضرهاش. ماشي ضروري خصك تنشف بديك الطريقه، ايه شي طريقه خفيفه. الزيوت بانواعها، عندنا الارغان، عندنا الخروع، عندنا لوفيرا، عندنا 7 زيوت، عندنا جوجوبا الهنديه، عندنا حوايج الحمام، صابون البلدي، القوماج، تبريمه، يعني اي شامبوان، لي ماسك، عندنا اي حاجه تحتاجها المراه. وعندنا البلاش، هو البلاش مورد الخدود والشفايف، حتى هو طبيعي. عندنا السيرومات 100 درهم، عندنا الكريمات ب 70 درهم، عندنا الجيل ب 80 درهم. ونصحهم يوليو الخيرات نتاع بلادهم اللي متنوعه، خيرات بلادنا كلشي مزيان. سنه سعيده للعالم كامل وللنساء بالخصوص، وزياده من الجمال والتألق. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظه.